يلا شو ما قال شو ما قال سكيز مساء الخير ويا مساء الأنوار ومساء الجو اللي مليان ضباب وتأخير حركات الطيران والعالم نايمة بالمطارات. الله يعينكم ويساعدكم. هاي مشكلة مشكلة الصراحة. اليوم بلشين احنا وياكم بحلقة وعدناكم بيها أول مرة. هي الحلقة راح تكون عن الحسد. يلا خلينا نكف كميماتنا هيجي حتى نشتغل عدل بيه البرنامج. الحسد غير أنه هو مذكور بكل الكتب السماوية وبكل شيء موجود بكل شيء بحياتنا، هو فتحالة غريبة ما نعرف هل هو شيء بطبيعة البني آدم يكون شيء سايكولوجي، يعني أنه نفسي دا يكون، ولا شنو بالضبط هو الحسد؟ هاي القدرة الهائلة. أكو ناس يقولون نفسهم مو زين، أكو ناس يقولون عينهم تحرق، أكو ناس يقولون إذا سنونه فرق وعيونه زرق، أذا ناس يقولون إذا العين سودة 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 حيل، هذولا يخافون من عندهم. أكو ناس تخاف، يعني تعرفون من أشياء أنا ما أعرف مين جابوا هذه المعتقدات 100% ووصفوا هذول الأشخاص بهذه الطريقة. هل هو واحد كان مجوي منهم بيوم من الأيام؟ الحسد ما يقتصر بس على أشياء موجودة أو واحد يشوفها مثلا الله. طبعا هو شي يقول لك، يقول لك ها، لأن ما يقول ما شاء الله لما يشوف شيء، ما يقول ما شاء الله ولا يذكر مثلا أشياء من الأدعية أو إلى آخره. طيب عند الغرب ماكو أدعية ولا أكو أشياء من القرآن، يعني ماكو هذا الشيء موجود، شلون هم يستقبلون هذا الشيء وشلون يتقبلوه بنفس الوقت؟ فأعتقد أنه هي فد عملية غريبة عند البني آدم ومو كل نفس طبعا. وأكيد هم يقولون إذا هذا الشخص كان حسود وبالمكان مثل ما يقولون، معناته والدته هي وحامل بداست على بعيد الشر عنكم واللي موجودين هنا على قبر داست عليها برجلها وهي حامل، فلذلك ابنها أخذ. يعني فالأشياء أعتقد له هوليود يسمعون بيها شنو عندنا هنا موجود، ينتجون أفلام مال 10 سنين اللي قدام، لأنه أشياء مو طبيعية الصراحة. ومن الحسد أغاني تغنت هواية. خلينا نروح إلى التقرير ونرجع احنا وياكم. حبيت أرجع اليوم من خلال هذا التقرير إلى أنه يكون تقرير الحلقة مشابه إلى عنوان الحلقة، ولقيت الحسد من أكثر المواضيع اللي تداولوها بالفن، إن كان من خلال الأفلام أو من خلال الأغاني. ويا عواز الفلفلو، يا عواز الفلفلو يشكون من الحسد وتحس انه يخافون من اي شيء ويأمنون بالخرزة الزرقاء وبالسبع عيون وغير وغير من الامور. لا، واكو بعض الناس يأمنون بكلام الابراج، يعني اذا سمع اليوم انه هو رح يكون محسود يا ويلي ويل من هذا اليوم. محسود ما عندي بخاف ماكو حزاني، سمون والناس غنى والدمعة بعيوني. وآخر شيء يجيك الحسد ويكون مذكور بكل الكتب
السماوية طبعا، وكل العالم تتكلم عنه والكل يخاف من عنده. طبعا مو بس بمجتمعنا العربي، حتى عند الغرب نفس الحالة، كلهم يخافون من موضوع الحسد. ما أعرف هل هو طبيعة بجسم الإنسان أو بروحية الإنسان أو بنفس الإنسان، ولا هو شنو بالضبط؟ الله يرحم الفنان عتاب والفنان وحيد اللي سمعنا منه أغنية يا عواز الفلفلو مع مي وحيد. غنوا هاي الأغنية في نهاية التسعينات وغيروها هي طبعا أكيد الفنان الراحل الكبير الموسيقار فريد الأطرش. حلو غنوها بهاي الطريقة وسووها إلى حولوها إلى خشابة عراقية. سمورة من باب المساء الخير. يا سمورة مساء العافية، شلون صحتك؟ يا هلا ومرحبا، شلون صحتك أنت؟ طمنيني عنك. بدول قلبك الحمد لله بخير، يوم حبيت أكون أول متصلة. على راسي والله، تشرفيني عيوني. أنت سمورة بدول عيناتك الحلوات حبيبتي، شكرا. أقول لك، قولي. ممكن أنا الصوت ما واضح؟ شلون؟ الصوت ما واضح من يمكم؟ من يمنا؟ طيب ما أعرف شنو أقول لك، بس أنه حاولي تسمعيني أوكي، لأنه على التلفزيون ده يقولوا لي الشباب 100% واضح. تمام، أقول لك اليوم بما أنه أول متصلة حبيت نتبادل الأدوار، أكون أنا المقدمة وأنت شنو؟ المتصل المشاهد. أوكي يوسف وأحمد، هذا طلعوه بعد شوي نشوفونا على الفيسبوك. قولي يلا أنا المشاهد. اليوم بما أنه موضوعنا عن الحسد، فشنو أنت رأيك بالحسد؟ وهل أنت تعتقد به؟ شنو إيمانك به؟ وشون الحذر من عنده؟ يلا تفضل. عمروش ويانا من بغداد يقول. اوكي مساء الخير. مساء الورد ست سمر. اني طبعا انت سالتيني هذا السؤال وصراحه حابب اجاوب عليه، انه اني مريت بيوم من الايام الى فد قصه صغيره راح اقولها، انه اشتريت ساعه حقيقه الموضوع اشتريت ساعه والوالده قالت لي انه لا تلبس هالساعه لان كان اكو احد موجود هي تامن انه عينه مو زينه. فاني قلت لها يا معوده روحي، شنو مو زينه هاي؟ منين تجيبي لي هاي السوالف؟ والله مشقة، والله الساعة جديدة هاي ثاني مرة كنت ألبسها بحياتي، ثاني مرة. فوصلت يم الدرج، ما أعرف شلون داريد أصعد الدرج، الساعة من مكانها من هنا انقطعت، وهاي الجامة مالتها غدت تراب هالقد ما تهشمت للأمانة. وطبعا أكو هاي أشياء، شلون أني ممكن يعني؟ شوفي، إذا تعتقدين بالأشياء وتآمنين بوجودها هواية، هذا الشيء يا سمر رح يخليك أنه بأي شغلة تصير داير مدايرك أو وياك تقولين ها لأنه من فلان شغلة، فهذا ما رح يصير شيء صحيح. أعتقد من ما أعتقد ما أكيد، مثل السحر، حلقة الخميس عن السحر. اي عافية عليك، هذا خوش موضوع. الخميس، اسف حلقة الاحد، لان الخميس ما راح يكون عندنا حلقة. تمام ذكروني شباب. اي تعرفين ليش؟ خبر المزعج. لا مو مزعج. ليش؟ لانه عندنا راح يكون نقل مباشر لحفل مس كردستان اكيد، فاحنا ان شاء الله نكون يوم الاحد وياكم ملكة جمال كردستان. تمام، هذا خوش برنامج. اي تمام. اي فنرجع الموضوع انا انه العين موجوده والدليل لك انه زرقت ايد النبي عليه الصلاه والسلام، صح ولا لا؟ نعم. اي فالعين موجوده والعين تدمر وتدمر هواي ناس، والحذر من عنده انه الانسان يقرا فد ايه او معوذات يبتعد عنها. وانا قدمت لك بدوري انه انا مقدمه البرنامج انه التعويذات تقولها، فالعين موجوده
اي احنا حتى اكو فتشي دائما نقوله من قبل عين الحاسود بيها عود وهاي السوالف. صح؟ اي اي بس انتبهي اني قلت شغله ببدايه البرنامج انه الحسد انذكر بكل الكتب السماويه هو مذكور فاني مو اني راح اجي انكر هذا الموضوع. لا لا اي صحيح وياك اني هاي موجود وانه حتى ان بس ما تكسرت فجسمك راح يكون متكسر فرب العالمين شو بقى بالساعة صح ولا لا؟ صحيح 100% صحيح بدون قلبك حبيبتي ترى خوش بعد يوم انا قدمت لعبت الدور مو صحيح شايفة لا لا انت المفروض تجيني بمكاني هسه واني اصير ورا الكاميرا شوف عيوني انت لو من غاد اول ما تصل اني واول سؤال لك اني دائما اللي انت تساله للعالم اني راح اكون انت ماكو مثلك وحده هيك عندها هاي الجراه بس اوعدك يوم الاحد راح تكون حلقتنا عن السحر 100% لان هاي الحلقه بها هواي سوالف وبها هواي امور وبها هواي ناس تاذت من عنده وللاسف بكل الديانات يتعاملون به للأسف الشديد. صحيح 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 والله العظيم صحيح. فأني تراها خلي في بالك كل حلقة والسؤال راح يكون موجه إليك تمام؟ خلاص خلاص لأنه ما أنت تفلت من الموضوع أنت تلقي وخلاص خلاص أنت المحقق أنت المحقق أنت المحقق من عيوني ولقلبك من عيونك وألف تحية للمشاهدين والمتصلين وللكادر كله بعد روحي فدوى لقلبك ربي حفظك يا عمر أنت حبيبتي شكرا أني تسمعونا تصبحين على خير أبويا باي 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 باي. قبل لا أخذ أبو مرتضى أحب أقول للصديق العزيز حسين الحلاق هابي بيرثدي إن شاء الله ينعاد عليك صحة وسلامة وعافية ولك طولة العمر ويخلي لك أهلك وأصحابك ويخليك لهم تستاهل كل الخير حبيبي. أنا نسيت يوم الأحد أعتذر منك ولكن هسه أجى الوقت أنه أقدم لك المعايدة وبعد شوي راح يكون يعني أكو أغنية لكاظم الساهر اللي هي سلامتك من الآه هي إهداء مني إلك حسين الحلاق من بغداد. أبو مرتضى مساء الخير. مساء الخير عزيزي شلونك عمروش؟ هلا حبيبي شخبارك أنت؟ شلونك أمورك أحوالك؟ أنا زين إذا أنت زين حبيبي. الله يسلمك حياك الله عزيزي. الله محيي أصلك حبيبي تفضل يا أبو مرتضى. الحسد 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 قال كل شيء مذكور بالقرآن ومن شر الحاسد إذا حسد. نعم نعم. أكو قضية أنه تعريف الحسد هو السعي لإزالة نعمة شخص أو تمني زوالها. أوكي. هو هذا تعريف الحسد. هاي واحد. أتلين أكو الشيء اللي يسوي الحسد هذا الموضوع أنت ما مضطرت له أو ما الناس ما تعرفه. شنو السبب اللي يسوي الحسد أو يخلي مثل ما قلت الساعة اللي كانت بإيدك شلون تهشمت سامتها وشلون انقطعت تمام لولا؟ صحيح. شنو السبب؟ شنو هاي القوة الخارقة اللي تخلي الساعة اللي كانت بإيدك تهشمت أو تخلي شخص مثلا يخترق لك جهاز كهربائي، تخلي شخص مثلا يتمرض وينقبض عين، تخلي شخص يعني أمور هواي صايرة بالحياة تمام لولا؟ صحيح 100% صحيح. فشنو هذه القدرة الخارقة اللي نسميها؟ نعم هو هذا من خلال علاقاتي من خلال علاقاتي ببعض اخواننا من المعالجين الروحانيين نعم يقولون انه اكو جن مسؤول عن هاي المسألة يسموه جن الحسد. جن الحسد أشتاتا أشتوت نعم. الله يجعل كلامنا خفيف على يومين الله يجعل كلامنا خفيف على يوم إن شاء الله يوم الأحد أشارك واحد الأخوة إن شاء الله راح يشارك ويانا إذا موجود إن شاء الله من المعالجين الروحانيين على مسألة السحر إن شاء الله ليش لا يا ريت إذا موجود أنا ودك أخلي يشارك يا ريت إذا ما موجود لا قدروني يا ريت حتى إذا موجود فهذه القضية قضية الحسد أنه كل إنسان بإمكانه أن يحصل نفسه بالأغاني بالأدعية بكثير من أمورها بتحصينات خاصة تبعدنا إن شاء الله وتبعدكم وتبعدكم السامعين عن هاي المسألة. اللهم آمين يا رب يا رب. والله إذا موجود يا ريت يدخل ويانا بالمشاركة وأول ما يتصل يردون عليه بالكنترول خلي يقول لهم أنا فلان الفلاني من طرف أبو مرتضى حتى دايرك ناخذه تمام؟ ان شاء الله اذا يوم الاحد موجود انا خلي يشارك واذا ما موجود انا راح اتكلم وياه عن الموضوع راح اخذ معلومات من عندك ان شاء الله ان شاء الله. اشكرك جدا جدا يا ابو مرتضى تسلم تسلم عزيزي شكرا شكرا, شكرا لك مع السلامه مع السلامه حبيبي. عندي مسج قبل لا نطلع بالاغنيه مال كاظم الساهر سلمتك بيد الله من
خليني اشوف علاوي. مساء الخير. هو بإيهاب يا اخي الحسد شيء نفسي اكثر من ما هو واقعي، اكثر من هو واقعي. علاء طه يقول الحسد هو ان يتمنى شخص زوال النعمه من شخص اخر وان تكون له وهو بالخلاف، فانها تمني مثلها من غير حب زوالها عند بعض عند الشخص. والتحقيق ان الحسد هو البغض والكراهيه لما يراه من حسن حال المحسود، وهي اول معصيه وقعت من الخلق لما حسد ابليس ادم، ثم حسد قابيل وهابيل. وسيم، تحياتنا الى زميلنا وسيم اللي قاعد يتابعنا هسه وده يشاركنا همينا بمسج. شكرا يا وسيم على المشاركه. يقول عمروش انا احب اشارك برايي انه الحسد هو شيء احنا بدنا نعطيه هذا الدور الكبير بالحياه، لان مساله انه العين تصيب، فمن غير الممكن والمستحيل انه العين ترسل اشعاع حتى يصير اللي نقول عليه ونسميه حسد. تحيات الكنترول اكيد الى وسيم، بوجه لك تحيه زميلنا العزيز وسيم، وقريبا اكيد راح يكون ويانا ايضا، راح يرجع ويانا بالبرنامج. وتمنياتي لرودي انه يوصل بالسلامه ويرجع لنا ايضا بنفس الوقت. تحياتي الى زميلي الحبيب رودي، سلمتك بيد الله كاظم الساهر. اهداء لك حسين الحلق. الصديق العزيز دريد عبد الوهاب. حبيبي دريد، حبيبي عمروش، تحية بمناسبة عيد ميلاد الصديق الفنان حسين الرماس هذا اليوم، إن شاء الله تحقيق جميع أحلامه الفنية، وألف شكر لبرنامجكم الراقي. وأني حييك يا حسين الرماس، وألف ألف مبروك، ينعاد عليك صحة وسلامة وعافية وعقبال 100 سنة. واللي اليوم عيد ميلاد أيضا نقول له هابي بيرثدي. وأكيد أكيد قبل لا أنسى وأخذ الاتصال من أنور من الرمادي، أحب أقول هابي بيرثدي للصديق والأخ العزيز أنس نصري. إن شاء الله تكون كل أيامك فرح وخير وسعادة، وإن شاء الله تظل مجموعين جمعة الحب والعائلة الحلوة، ويخلي لك بنوتك وتفرح بيها ويفرحون أهلك بيك، لأنه يلا حابين نفرح بيك يا أنوس. تحياتي لك حبيبي، وأيضا تحياتي إلى الفنانة أصالة نصري حبيبي. رح أخذ وياي اتصال. ألو 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 حبيبي، السلام عليكم. هلا أنور، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أنا عمروش؟ تمام الحمد لله. أنت شلون صحتك؟ بخير الحمد لله. شلونك عيني؟ والله الحمد لله بخير. أنت طمني عنك. والله طيب؟ بخير الحمد لله. والله إحنا من معجبينك. أشكرك ربي يخليك. اي والله، احنا انا والعائله حيل قاعدين نشاهدك ونحب البرنامج مالتك. اشكرك اشكرك، هذا بس من ذوقك. تحياتي لك ولعائلتك الكريمه ابويا. حبيبي والله انا حبيت اشارك ويك واسلم عليك واشوفك انت منور بالتلفزيون. الله يخليك، الله يطول عمرك. تسلم لي يا انور. انت من الانبار صح؟ من الرمادي؟ من الانبار، من الفلوجه. من الفلوجه، حياك الله انت وكل اهل الفلوجه الكرام وكل اهل الغربيه بشكل عام.
حبيبي رحم الله والديك. بس المهم حبيت أشارك وأسلم عليك. فدول عمرك. أشكرك أشكرك جدا 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 حبيبي. الله الله يحفظك. مشكورين عاني. شكرا شكرا لاتصالك عزيزي. أشكرك. تصبح على ألف خير وتحياتي لعائلتك الكريمة. مع السلامة مع السلامة. أخذ مسجات بيما يأخذوا لي. رشاوي هلو حبيبي شلونك؟ هلو هلو هلو. خلي هذا بالتليفون مو مع التليفون. هلا رشاوي شلونك؟ هلا بيك عمري شخبارك؟ هلا قلبي شخبارك؟ انت يومي شكل طبعا تطلع تخبل. هاي عيونك انت لان تخبلين تشوفين كل الناس بالوقت. بعد عمري حبيبي اقول لك. قولي اردى ادي لك خوف الشكر. شلون شلون اولي؟ لا 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 ما اتفقنا هيك. ترى كاتني جوع هسه. ليش كاتلك الجوع؟ دوم الضحكه دوم لانه ما اعرف قبل البرنامج ابد. والله اردى ادي لك خوف الشكر وطرشي للكادر هالمين. والله يا رشا شوفي هذا وعد وعد وهذا يميني اقسم لك انه اول ما راح اجي الى النجف قبل لا اجي راح اقول اني جاي الى النجف والتقي بيكم واخذ من ايدك خبز الشكر. اجي والله اجيب لك اياه. وين قول لي بالمكان وانا اجيب لك اياه. شنو انت تجيب اني اجي وين ما تكونين؟ صدق كذب يا معوده. بعد عمري على راسي اخليك. والله سالم راسك. والله سالم راسك ما تقصرين كفو. طول لي عمرك. رشاوي رشاوي انت من الناس ايضا اللي يامنون ويعرفون انه اكو شيء اسمه حسد صح؟ اي صحيح. هذا الحسد موجود بكل مكان. همين عندك الملح والحرمل وتحطيهن وتطقطقين؟ اي يوميا قبل يعني غروب الشمس. اي نسوي. والله حلوه ريحه الحرمل معودات وهذه. بعد المخرج هسه استوعب بدنا نحكي عن الاكل ده يقول له الدهنيه. اوكي خليها يلا اجيب لها. اي هسه تجيب لك. ها بعد شو تريد تدلل؟ ها قالت لك هسه اجيب لك. بعد شو تريد؟ دهين دهين اجيب له دهين. اي والله منين تجيبيها الدهين؟ ما اريد نسوي دعايه. من النجف. من النجف دهين النجف. تحياتنا الى كل اهل النجف. اي قولي لي تعلقين الحرمل وتحطين وياه الملح. زين شنو تقولين؟ الحرمل والمعوذات نقرا عليها. اي غير المعوذات غير المعوذات اكو كلام معين تقولي؟ لا لا هو المعوذات وسورة ياسين نقرا ونبخر البيت. شلون؟ هو اقول لك حرمل ونقرا عليه سورة ياسين. ياسين وتبخرين بيه البيت. اي اي. وبالطشه مالته؟ وبالطشه مالته؟ برا ندبه ما نخليه بالبيت ابد راسا. تحطين المي ويلا لي برا. اي ما نخليه بالبيت. حلو حلو زين. هاي وحده من الطرق اللي تحاولين انت من خلالها انه تتخلصين من الحسد صح؟ اي صحيح. اكو شيء ثاني تسوي؟ كل حسد تمسحين البيت بالخل او بالملح؟ لا 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 بس الحرمل نسوي. بس حرمل؟ اي بس حرمل. حلو حلو حلو. طبعا انت هسه من حكيت وياي وقلت لي من النجف راسا اجى ببالي الحرمل. سبحان الله ولا كنت مفكر بيه اصلا. انا اجيب لك اذا تريد حرمل. ما بقيت انت شيء فرغتيها للنجف كلها راح تجيب لي اياها. والله كلها اجيبها لك. فدول عمرك فدول عمرك. منين انت من النجف؟ فدول عمرك من نفس النجف ولا من الاطراف؟ لا لا داخل النجف. من الولايه؟ ايه على راسي. والله شرفتيني يا رشاوي. ولا تغيبين لا تقطعين اوكي؟ لا لا بعد عمري. لا لا كل الهلا بيك حبيبتي. حبيبتي مع السلامه. مع السلامه رشاوي. مع السلامة حبيبتي. الله وياك حبيبتي. مع السلامه. وياي ضياء من الناصريه. يا ضياء السلام عليكم. هلا حبيبي. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. طار القلم. شلونك حبيبي الله يعزك. هلا ضياء شلون صحتك؟ الله يخليك يا عمري. بس الطرفه ترى انا داوم بالجيش يعني. اي خير ان شاء الله. بس قل لي. اي اي بس بخصوص الحسد عنده ولا صديق اسمه حميد. اي اي عشان نطير طيران مواكوني جل الرمادي دوامنا بالرمادي بس كان الطريق مقطوع. اي فطار واحد من جماعتنا قدامنا وهذا ولد حميد اللي هو يحسد قاعد جوا يمي قال اه صاحبنا طار. قلت له اي طار. الطيارة افترت عطمت ورجعت. اوه اوه قلت له شنو هاد؟ والله العظيم قلت له عمي شنو هاي انت؟ قالوا حق على رجع هذا مو طير. اوكي اي بس اضطرنا حبيبي. هاي الحسد وين ما كان. هاي انت قاعده تحكي لي هسه عن حاله انت تصير وياك من واحد احنا قبل شنقول عليهم؟ اكو مسلسل عراقي سووه كان اسمه حران حاروقه.
هذا بالمكان شي يشوف في البيت اه حاطين لمبه جديده براسه نطق بمكانه اه هاي شنو هذا بالمكان هذا بالمكان ماكو هيجي اي والله اقول لك عامله والله العظيم ماكو هيك فيلم بس على الطياره برا ورجعها زوم زوم هذا مو طبيعي اي والله صدق الله يبعد عنا العين وعنكم يا رب انت بس سولف لي اي 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 تمام بس اريد اسالك ضيو اول مره انت تشوف البرنامج ويانا ولا على طول والله اول مره انا دخلت القناه قبل شوي اعتقد شفتها اول مره حلو حلو اريدك انت من يمك شو تسوي شو تسوي تشوفها للكل لان احنا طالعين بشيء جديد يمكن لاول مره وعندنا مسابقات للي ما يعرفون هسه الا كم انا راح ابلغك بيها مسابقات يوميه دا تكون هسه بهاي الفتره من الساعه 9 الى الساعه تقريبا 10:30 المسابقات بس تختار انت رقم ويطلع لك بيها جائزه هديه ماديه خلينا نقول جائزه ماليه او ايفون او تضرب فيه اثنين عندك ليره ذهب تمام صح فانت تقدر تشوفنا على الفيسبوك وتقدر تشوفنا من خلال التلفزيون على النايل سات وعندك ربعك وحبايبك كليتهم خلي يشاركون لان هاي المسابقات كل السهله ماكو لا سؤال ولا جواب تختار اي فاكهه وراح يطلع لك حظك ببطن الفاكهه تمام هاي تمام وضحتك راح تشكلها بالعمليات هاي كلها كلها سوق الشيوخ اريد ماكو احد قاعد كل السوق الشيوخ فارغ كلكم كامشين بابي وتتفرجون لا انا مو سوق الشيوخ انا بالشطره وين انا بالشطره بالناصريه بالشطره روح لي لهذيك الصفحة همينة حبيبي سلامي أكيد الأهل الشطرة كلهم قلبي نعم منك حبيبي شكرا يا ضيو حبيبي نورتني حبيبي ضيو شكرا شكرا حبيبي مع السلامة راح أخذ اتصال ورا نطلع بأغنية بس خليني أشوف منو المتصل اللي هسه يلا هم نورة يا نورة عندي نورتين هسه نورة من بغداد خليني أشوف يا نورة بهم من بغداد أكيد هلا هلا نورة شلونك؟ هلا عمرو هلا حبيبي شلونك؟ تمام الحمد لله شو أخبارك؟ أخبارك والله الحمد لله تمام أنت شلونك أخبارك؟ والله أنا بخير إذا أنت بخير عزيزتي أنا بخير دامي أشوف هالوجه الحلو هالكلام الحلو الطيب أكيد كنا بخير عيونك الحلوة عيونك الحلوة وأنتوا أهل الطيب كله تتوقفك الله يسلمك الله يسلمك تفضلي يا نورة والحسد حسدوها حسدوها اي عمروش اكو يعني ما اعرف اني سامعتها ما ادري قاريتها يقول لك اكو جسم يستقبل السحر واكو جسم لا اي هو يعني اي دافتم عليك انه اكو اجساد تتقبل الحسد واكو اجساد لا ما يلوحها بالضبط هاي حسد مو السحر عفوا يعني انه يكون جسمه يتقبل اي شيء انه بسرعه ينحسد بسرعه ياثر بكل شيء اوكي انت مع هذا الشيء انت واثقه من هذا الشيء يعني تعتقدين كلش كلش احنا امي يعني هم مخوفتنا انه مرات انه هاي عينها هيجي انه لا تلبسون هيجي انه لا تسوون فكلش قلقتنا من هالموضوع وفعلا يعني اكو ناس هيجي يعني انا اعرف وحده شخصيا عينها بالمكان يعني أويلي. بالمكان أويلي. فأنا حتى مرات من يعني أشوفها إنه مشترين شيء لابسين شيء جديد قبل يعني نضمن حاول إنه ما يشوفني لأنه ما تلحقين تفهمين بي أول ما تشوفها أكيد رح يوقع يعني عمروش تخيل عينها إنه حزت رجلها هذه اللي تحزت رجلها بعد عايش تتوقع منها يعني أدري هاي تحرق الأخر باليابس والله تعطب الكل واخري من يما اصلا شيلي انا منك اشيل ما ضل هو هميك اخوي شي مشروع هو ان شاء الله راح ننهزم لازم هاي شوفتهم حزن وفراقهم عيد صدق هذا المثل ينطبق يعني عليها يعني صدق يعني حزت رجلها بحيط رجلها كان دا يشتغل يعني قالت له ايه دا تسوي لنا هاي الشغله راسا وقع ينشق راسه لا اله الا الله هم زين ما قرقته الله يحميكم ويحفظكم ويبعد عنكم كل الشر والأذى ونفس البني آدم اللي تكون سيئة فعلا أكيد نورة أنا سعيد جدا بسمع صوتك وفرحة حيل وأفرح دائما بس تشاركين قلبي أنتي فدوة قلبك يعني ما أقدر إذا ما أسمع صوتك وما أشارك يا حبيبتي فدوة العمرش تستميلي قلبي أشكرك تصبحين على خير باي حبيبتي باي نوارة الثانية يا نور هلا هلا وعيني شلونك؟ هلا نور شخبارك؟ والله الحمد لله نورة هاي أول مرة تحجين ويانا؟ ايه هاي أول مرة انت يا مواليد انا مواليد 2000 مواليد 2000؟
اي حبيت اشاركك طبعا. طبعا من زمان ما اعرف شلون اتصل على القناة، واليوم كنت اتطرق وحالفني الخط وحكيت وياك. يا ميت هلا، يا ميت هلا، انت وكل اللي من جيلش كلياتهم ارحب بيهم، لانه هيك يعرف انه انا داخذ كل الاعمار. اي والله طبعا انا يعني كلش احبك واحب من الجروب اللي وياك الشباب والبنات. حلو، انت اول مره تشوفين القناه اصلا والبرنامج يا نور؟ لا لا لا، انا متابعته بس ما كنت اعرف شلون ادق وادق وادق مشغول. صدق كذب، غير من الاول انت يعني دا تتابعينها تشوفين الارقام تطلع باسفل الشاشه. ذكرتيني والله يا نوره، الارقام شباب دا تبين او مشاهدين تبين عندكم باسفل الشاشه، بالاضافه الى المشاركه من خلال السوشيال ميديا. ويلا يا نوره قولي لي الحسد حتى لا اطول عليك بالتليفون. ماكو حسد، بس انا حانم يعني تخلي انتم ويمانه بهذا الشيء، بس ما بعطيكم هذا الشيء موجود. اوكي طبعا حبيت اسلم عليك واسلم على ماما وحبيبتي اختي الغاليه. تحياتي لهم اكيد، واني اسلم عليهم واقول لكم اتمنى لكم سهره حلوه، وخليكم دائما عينكم على بابلون الجوائز ويانا كل يوم. طبعا هي كل حلوه هاي القناه. حبيبتي عيونك الاحلى، قلبي تسلمي لي. شكرا يا نواره، العمر كله قلبي، انت تسلمين حبيبتي. الله وياك عمري انت. باي باي حبيبتي، باي باي، تصبحين على خير. خلينا ناخذ اغنيه ونرجع من بعدها نكمل اتصالاتكم، ولا نطلع بفاصل اغنيه ومن بعدها نروح الى فاصل مباشره. خلينا نشوف. هذا الفاصل السريع اللي أخذناه وآخر جزء من البرنامج راح ناخذ هسه ويانا هيا، حتى قالوا لي أكو ثلاث اتصالات. هياوي من بغداد، مساء الخير يا هيا. مساء النور. هلا هياوي، من وين تكلميني؟ من بغداد. من بغداد. اي من وين؟ من بغداد، أي منطقة؟ من العظمية. حياك إن شاء الله أنت وكل أهل العظمية. عمرك يا هيا؟ مواليد 97. 97 العمر كله هياوي. تسلم عيني. يلا هياوي قولي لي الحسد. ها اليوم احنا موضوعنا عن الحسد، قاعدين نسولف عن الحسد. هل انت من الاشخاص اللي امنون بوجود الحسد؟ يعني تحسين انه انت دائما متاثره من المحيط اللي يمك، يضربوك عين دائما، ما تتوفقين؟ لا انا الحمد لله حسد على اختي الكبيره. ايش بيها؟ على اختي الكبيره حسد لانه هي تحبناها. يعني اختك هي اكثر الناس اللي تتاثر بالحسد. ليش؟ لأن هواي تقدموا لها. هواي تقدموا لها وعلى طول يصيبوها بالعين. فأكو بنات يعني نفس اللي باتن من عندها أو هيكي. أي. يعني ما يعني صار شغل. زين هذول من هيك دا يصير معناته انه هي حتى ما دا تقدر تتزوج، يضلون نفسهم وراها صح؟ اي صح هيك، اكثر من واحد يتقدم لها ويعني تصير مشاكل او هيك. اها اوكي اوكي، هاي مشكله ايضا، هاي مشكله ثانيه، يعني انه المفروض انه بالكتمان، يعني ما تجيبون سيره ولا طاري وتسكتون على الموضوع اذا هيك وضع البنت. اي صح، هي اقرب الناس لها طبعا. العاد هي منين تجي؟ ها؟ أقول إيش طبعاً العاد هي من منو تجي؟ من هيك مرت خالي أو هيك.
أنا مسوي عليها وعلى حد. هو ليش دا أقول لك منين تجي؟ لأنه يقولون الحمى ما تجي إلا من الرجلين. أكرمك الله. عفوا يعني، بس إنه هي هاي الفكرة يعني، دا نقول إنه من أقرب الناس إلك تحسين إنه أكو ما يحب، ما أعرف، أعتقد إنه أيضا الحسد هو نوع من ال الكره للغير، أو ما يحبون الخير للغير. أي فعلا صحيح. أنا عندنا لا إن شاء الله الله يكتب لها قسمة زينة ونصيب حلو إن شاء الله. وأنت كذلك همينا يا هياوي إن شاء الله. شكرا أشد المعجبين هذا البرنامج. شكرا شكرا يا هياوي، تسلمين، أشكرك. لا ولا ولا ولا. شكرا حبيبتي، أشكرك، تسلمين تسلمين عيوني. رح أخذ ويا اتصال آخر. هيثم من بغداد. نعم أستاذ هارون، شهنيك على البرنامج الحلو. شكرا حبيبي، أشكرك يا هيثم. من وين تكلمني؟ من بغداد. من بغداد، من بغداد، من حي الأمانة. من؟ من حي الأمانة بغداد. حي الأمانة، حياك الله. المواليد إيش قد يا هيثم؟ 88. العمر كله إن شاء الله حبيبي. الله يحفظك أستاذ. طبعا هالبرنامج حلو ونازوكي ومرتب وعايشين لك على البرامج الحلوة. أشكرك حبيبي، تسلم، هذا بس من ذوقك قلبي أنت هيثم. هيثم أنت أيضا من الأشخاص اللي اليوم حابب أنه تحط مشاركة بخصوص موضوع الحسد؟ والله استعد موضوع الحسد مدمرنا دمار. ليش؟ والله العظيم يعني أكو أشخاص يعني حاطين عينهم عليك. شنو السالفة؟ خمس أسبوع. ليش هيثم ليش؟ يعني أنه والله صوتك دقيقة، طيارات تكون بمكان شوية بالإرسال أفضل. أقول لك النظرة شوية، النظرة يعني قوية حيل. أوكي والله يعني بالمكان، بالمكان شلون إحنا يعني نقولها ليزرية، ليزرية يعطيك إياها هيك بالعين. واو بالمكان رأسا. بالمكان يعني ما بيها كل مجال يعني. هاي صار الله شاهد علي قناص يعني. قناص يعني ماكو قناص بغداد. والله اوكي صار يعني يومين البارح واليوم الله شهد علي بدون يعني دعم صارت اليوم ام واحد. سلامتك حبيبي. والبارحة نفس الحالة هم شخص اشوفه ما اتفاعل بي يعني، وهو يعني جاري يعني هاي تجي اكثر شيء من العين يعني من الجار. جار يعني متابعك وشخصة بيتوه تجي الطوب تطلع متابعك يعني ويشوفون روحي الأوقات مراقب لأحوالك وتطوراتك وتقلباتك وأوضاعك بشكل عام. فعلا 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 نعم نعم نعم. ما تشوف شر إن شاء الله يا ربي، والله يحميك ويعافيك من كل شيء. الله يحفظك استاذ وهنيك على هالبرنامج. شكرا المرتب. شكرا حبيبي، تسلم لي يا هيثم، اشكرك قلبي. شكرا. انت حبيبي اخويا على راسي. شكرا شكرا لك. حرام ويانا ايضا ام احمد من دهوك يمكن. مرحبا ام احمد، جدا اسف جدا اسف اخرتك وياي عزيزتي. شكرا. نعم مرحبا شلونك. مرحب يا ميت. هلا ام احمد، يا ريت بس تعلي لي صوتك حتى اسمع زين. والله أول مرة أشارك وياكم. كل الهلا بيك، كل الهلا بيك أم أحمد من دهوك. شكرا تسلم. يعني أحب هواي يعني البرامج مالكم أتابع يومية. هذا بس من ذوقك الراقي، تسلمين يا عزيزتي، أشكرك. شكرا. اتفضل يا أم أحمد. الحسد. نعم صحيح الحسد موجود ما نعم. يخلص الحسد أبد. نعم يعني ما نعرف وين نغطي نفسنا على مود الحسد. طيب مع الأسف يعني الأقرب الناس مو يعني مو الغريب، الأقرب الناس. اي صحيح اكيد. جربتي تحطين الاشياء اللي متعودين عليها اللي يحطون مثلا سبع عيون، العفو العفو، يحطون اكو قسم يحطون نعال مال بيبي طفل هيك يحطوه بالبيت، ما اعرف اكو هواي اشياء يسووها. جربتيها كلها تسويها؟ لا لا ابد ما اسويها ابد. بعيده أبد. انت عن هاي السوالف. اي والله بس خليها على الله. اكيد ونعمه بالله. اي والله بس اشني يعني ما نخلص من الحسد مع الاسف يعني البنات الاولاد سبحان الله ومن اقرب الناس يعني من اصدقائي ومن لا لا ان شاء الله يا ربي ما يشوفون شر والله يحميهم ويخلي لك اياهم وتفرحين بيهم وبنجاحهم والله يعوضك عن كل يوم سيء خير والف مثله ان شاء الله. اشكرك يا ام احمد على مشاركتك عزيزتي. انا زحمه يعني أي. سؤال تفضلي. البرنامج اليومي يجي على باب الشات. بلي نعم.
يعني يوميا يعني من البارحة أخبره وما أحصلهم. أي للأسف، لأنه أكو صراحة زخم بالاتصالات، يعني إذا تشوفين اليوم صحيح. أكو أشخاص يقول لك أنا 80 مرة قاعد أدق عليكم، وفعلا لأنه يبين كم مرة متصل. البارحة الساعة 9 خابر، واليوم كله خابر ما أحصل. لا إن شاء الله الله يكتب لك نصيب بالمشاركة يا رب. لو تقدر نسوي لنا واسطة يا بابا لي حتى. والله أكبر يسمعون في الشباب جماعة الكنترول إن شاء الله يا رب. أغنية؟ عيوني. لم عيونك. أغنية يعني قديمة باسل العزيز. باسل العزيز راح أسجلها عندي حتى أخلي لك إياها بحلقة الأحد، لأنه اليوم ماكو وياي باسل. تمام؟ تمام. شنو هي الأغنية؟ يمت الفرج. أوه يمت الفرج يا ربي. صار تدللين من عيوني. أهلا وسهلا، مع السلامة محمد. شباب شنو عندنا أغنية؟ سمعوني قولوا لي. حميد منصور سلامات، خلينا نسمع. سلامات سلامات وأبعد سلامات ويا الرايح ويا الجاي أبعد سلامات 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 ورتك سلامات صبح ومساء يا أخو وريتك سلامة 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 وريتك سلامة صبح ومساء يا الغالي وريتك سلامة سلامة أرجع شوية إلى المسجات وياكم. وسيم يقول الحسد يضر بالشخص اللي يحسد ضرر نفسي ولكن عمره ما رح يأثر بالمقابل. مالك سلمان فرج يقول طبعا من أحلى القنوات، وصالي شهر من عرفت القناة ودا تابعكم بكثرة وكل برامجكم حلوة، بس فقرة المطبخ ما حبيتها تكون بالليل لأنه توازينا نروح ناكل ودا أتصل وما أحصلكم. مسج ثاني من مالك يقول الحسد حق، طبعا هو الحسد غيرة والشعور بالمذلة والحقد والكراهية. ماري يوسف تقول اللي عنده إيمان بالله ما يؤمن بالحسد، ويرجع يقول مالك الحسد حق، الحسد هو حقد ومذلة وكراهية وغيرة، والحسود عندما لا يتمنى الخير لأحد يحسده، ودائما ما يكون بين الأقارب والمعارف، وأكو ناس تتشائم من أشخاص أو حيوانات، فهذا الشيء مرتبط بعلم النفس والمفروض الإنسان يتجاوز هذا الشيء وما يخلي هاي الشغلات أو الأشخاص تأثر على نفسيته. هذا الشيء دراسة بمادة السايكولوجي بكلية الطب. رهوفة مساء الخير يا رهف. السلام عليكم. هلا رهوفة شلونك؟ الله يخليك الحمد لله، شلونك اخبارك؟ تمام. شو ماكو ذاك اليوم؟ شو ماكو يوم الاحد ليش؟ بلا موجودين اتصلنا. والله انت شاركتي وياي رهف ولا يوم الخميس ما شاركتي؟ يمكن واحدة من الحلقات. لا لا يوم الخميس ما شاركت. اي شفتي مدى اقول اكيد 100%. اخبارك رهوفة؟ الله يخليك يا ربي، شلونكم اخبارك؟ والله الحمد لله بخير. طمنيني انت شكو ماكو اخبار امور؟ الحمد لله ان شاء الله دوم يا رب. رهوفة الحسد والحسد قد مرة متأذين من الحسد. زين شنو الفائدة من الحسد؟ يعني اللي يحسد الشيء يستفاد بالنتيجة؟ والله ما بعرف. يعني برأيك مثلا انه واحد يحسد، لو مثلا نقول انه قاعد يحسد وياخذ الشيء الى افتهمنا، بس هو لا يحسد وياخذ الشيء الى ولا ابد، بس مجرد مضره للبني ادم المقابل وهو مو بارادته صراحه.
اي والله اي والله يعني صحيح ان احنا عائله ابدا بعد من البيت هو يعني صراحه خاصه ان احنا البنات لان هو متاذين من الحسد هذا يا ساتر. اي والله صد عندي طلب يعني احب اطلبه من عندك بلي زحمه. عيوني رهف قولي. لا رحمه ابويا قولي. عندي موضوع خاص يعني اقدر احكي بعد البرنامج وياك. اكيد يعني اذا موجود راح ارد عليك مباشره واذا مو اني فانت شخصي وياي. اي والله يعني احب اخذ رايك بالموضوع. صار يعني صار. واذا ممكن همين الشباب هسه ترجعين وياهم همين على الكنترول. أي شباب. أي ترجعين وياهم على الكنترول شباب همين انه خليكم وياها. اخذوا رقم رهف اذا ممكن. شكرا. تدللي رهوفة اشكرك. شكرا يا رهف. شكرا عزيزتي. شكرا للاتصال. حسوني من الموصل. يا حسين مساء الخير حبيبي. بعد راسك. هلا حبيبي شخبارك؟ الحمد لله. شلونك؟ والله الحمد لله اني بخير. انت طمني عنك. والله الحمد لله. شلون اهل الموصل والبرد؟ والله البرد يمنا يعني الحمد لله. قاتل مو قاتل قاتل. الباحث كان قاعد يتكلم. لا ان شاء الله يا رب الدفو يكون لكم يا رب. ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله. قول حسوني ويا الحسد. اخوي الحسد حسد لك. حسد عيشه. حسد عيشة. هذا للي حالته زينة يقولون حسد عيشة. حسد وانقلب حاله. اي والله زين. بس واحد يحسد واحد وهو ما عنده شيء هاي المشكلة. يعني فوق ما هو الله ذاب بيظلم كليته يرجع همينه واحد يحسده ليش. اي والله اخويا كان عندنا دنقول كان عندنا سيارة دنقول قديم على موديل قديم. نعم. اشتري موديل حديث. نعم. أخويا بمنطقة كل واحد قناص يعني قناص 7 كيلو. نعم. بالقصة طيارة. هو يعني هي سيارة يعني مو سيارة سيارة تكسي. يا ساتر. يشتغل خط بغداد. هاي النوبة فوقها. آه من يشتغل بيحمل. زين. راح السفره اخذ على بغداد رجع برجع بطريق سوى حاله. يا ساتر يا رب يا ساتر. اي والله هذا يعني حسد عيشه حسد عيشه. زين اهم شيء هو خو ما صار بي شيء فدوى له هذا كليته بس هو المهم صحته تمام. فدوى السياره مرق الشارع. لا ان شاء الله كل شيء ما صار بس الحمد لله. ليش سوالف يعني الحمد لله الحمد لله ما يشوف شر ان شاء الله حبيبي. الله ان شاء الله. حسوني شكرا حبيبي على مشاركتك قلبي. انا ممنونك جدا جدا عمري. تسلم حبيبي حبيبي تصبح على خير. باي 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 باي. اخر اتصال وياي مهاوي من باب المساء الخير يا مها. عبير. اني عبير. اي عبير مساء الخير. اي اوكي انت اخر اتصال. خطيه جفلت قالت لك ما اخذني عمر. لا هلا عبوره شلونك. مساء الخير. مساءك نور وسرور على عيونك يا ضوى يا بنور. تسلم غالي. شلونك شخبارك؟ هلا 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 عبورة. انتي شخبارك؟ بخير الحمد لله. بخير دامك بخير. انا بخير بسمع هالاصوات الحلوة وهالمشاركات الاحلى بعد. تسلم تسلم يا غالي. فدوى لعمرك حبيبتي. طبعا اليوم حلقة اليوم كلش حلوة عن الحسد يعني اجت شيء يعني كلش حلوة. عبير اليوم حلقة الحسد بس لحد جاي حلقة السحر. امهات السحورة خلي يتفرجن. خليتوا على مهاتر الحوار. اي والله طشيها طشيها عندك بالفيسبوك وين ما كان. قولي لهم الاحد ويا عمر امهات السحوره خليكم. ولا يهمك تدلل بعيني حبيبتي. تسال معيونك قلبي. اي قولي لي على الحسد. قولي بس ابدك اقدم كلمه لدول اللي يحزون اقولهم ان انت لا تعلم يعني انت تحسد الناس على نعمتهم بس انت ما تعلم انه الله ايش اخذ من عندهم. أخذ من عندهم بتعوضهم بشيء ثاني. بالفعل. يعني فأقولهم قللوا من حسدكم شوية. فأنت الحسد. أقول لهم إنه أتمنى لهم الخير حتى الله أنت على نياتكم ترزقون مثل ما يقولون. نعم. تمنوا لغيركم الخير حتى ترزقون على نياتكم. أكيد أكيد وعلى نياتكم ترزقون. وعلى كل واحد خبز تويه وكل واحد يعني يقول لك اوقات انه هذا حسدني وطير الشغله من ايدي او راحت من ايدي كذا بس هو خبزتك موجوده بمكان وراح تاكليها والحمد لله ما حد يموت من الجوع الحمد لله. اي والله صح.
هذا أهم شيء. بس الواحد إحنا نقول بس الله ينطينا الصحة والعافية والستر، هذا أهم شيء. أهم شيء صحة والعافية والستر. آمين. المهم هذا أهم شيء يعني. أتمنى لكم الخير حتى الله يرزقكم بخيرات أكثر من عندك. للجميع، للجميع إن شاء الله حبيبتي، إن شاء الله يا ربي كل الناس الله يمنحهم الخير والزين ويكف عنهم الشر والعين والحسد والنفس وكل شيء. اي صح. شكرا. قولي عبورة. أقدم تحية، أقدم تحية للكنترول والمشاركين اللي شاركوا بالبرنامج. والكنترول كله يحييك، والكنترول كله يحييك عبورة، وأحيي زينة. تسلم يا أخي الغالي حبيبي، تسلم، الله يسلمكم حبيبتي، كل الهلا بيك عبورة، نورتيني. هلا شكرا قلبي، مع السلامة، تصبحين على خير. زينة عمر ستايلك حلو، واعتذرت لأنه ما لحقت وانقطع الاتصال وياها، وأني أقول لك أشكرك، أنت حلوة وتشوفين كل الناس حلوة مثل عيونك، يا رب تكونين بخير وسلامة. أشوفكم إن شاء الله يوم الأحد، وأرجع وأكرر الخميس ما عندنا برنامج، راح يكون وياكم حفل تتويج ملكة جمال كردستان العراق مباشرة من بابل تي في، ويوم الجمعة وياكم راح يكون فيلم الراقصة والسياسي، والمسرحية هي مدرسة المشاغبين. لا تنسون على بابلون تي في، كل الأمور تكون أحلى والحياة ويانا أحلى، تصبحون على خير.